أهلي أهلي يا جبار، بدنا هدف مثل النار، أبطال الدوري والكي يا عيني حلوة هالأخبار، أبطال الدوري والكي عيني حلوة هالأخبار. يسعد اوقاتكم يا حلوين. واحد واحد، وحده وحده، ما في احلى من الفوز، وخصوصي اذا الفوز كان لمنتخب بلدك. هيك كنا بنتامل، بس للاسف المباراه اللي صارت امبارح بين منتخبنا الوطني السوري ومنتخب استراليا انتهت بالتعادل 1-1. ومن هجمه منظمه سجل ماتيو ليكي الهدف الاول وسط تخبط واضح في الخط الخلفي السوري. السومة عنده ضربه جزاء وفرصه التعديل، يمشي عمر السومة حط جول 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 جول. وانا بعتبر انه هالتعادل بيعادل فوز بالنسبه لنا، لانه الكل بيعرف انه في حرب بسوريا والمنتخب ما عمل اي معسكر تدريبي او ما عمل اي مباراه وديه تجريبيه وما تلقى دعم من اي طرف كان. على كل حال خلونا نشوف شو قال فراس الخطيب بعد المباراه اللي صارت امبارح. الحمد لله ان حصلنا التعادل بعد ما كانت المباراه راح تهرب من ايدينا، مع انه كنا افضل بكل مجريات المباراه. يمكن احترمنا المنتخب الاسترالي زياده عن اللزوم، ان شاء الله المباراه الجاي نقدم فيها افضل ما عندنا ويكون مستوانا افضل. اليوم اتوقع كمستوى كان ادائنا مقبول، افضل من المستوى في المباريات الاخيره. وكمان خلونا نسمع سؤال عمر السومة. والله شوف، يعني ما في شك المباراه حتكون صعبه باستراليا بين جماهيرهم وارضهم، لكن ما في شيء مستحيل بكرة القدم. في كثير ناس شككوا بصحه ضربه الجزاء اللي صارت، وللاسف اللي شككوا هن العرب، يعني من أجانب. خلونا نشوف التحليل اللي عمله الحكم الدولي السابق جمال الشريف وشو قال عن صحة هذا الكلام وإذا ضربة الجزاء صحيحة أو لا. هنا استخدام الساحل أو الذراع أو الكتف في وسط الظهر خارف مخالفة موصفة، وبالتالي القرار صحيح إذا رمية الجزاء صحيحة. رمية الجزاء تماماً. ومثل ما شفنا أنه رمية الجزاء صحيحة 100%، يعني ما حدا أعطانا أفنس، أخذناها بزندنا. طبعاً الفرحة كانت كتير كتير كبيرة، بس كان في بعض الجمهور غاضب على الكوتش الحكيم. خلونا نسمع. وبدي وجه رسالة من الجمهور السوري لأيمن الحكيم مدرب المنتخب السوري. خطتنا اليوم كانت كتير ضعيفة، خط الوسط كتير ضعيف، وهيدا الشيء مش مقبول أبدا، وبدنا مردكيان وفراس الخطيب وجابريال السومي المحترف في الدوري السويدي بالأوروبا ليج. بس بتمنى رسالة للكوتش حكيم الخطيب واللاعب السويدي هذا المحترف ينزل أساسي مشان تاني مرة نسيطر على اللعبة، وشكرا للكون. وهلأ خلونا نشوف فرحة الفنانة الممثلة إمارات رزق هي وجوزها حسام جنيد، وكمان فرحة الممثل الفنان المبدع قصي خولي. خلونا نشوف. يلا التعادل تعادل تعادل أكيد أكيد كلياتنا رح نبقى على نار بانتظار مباراة الإياب اللي رح تصير بين منتخبنا والمنتخب الإسرائيلي. المباراة رح تصير بتاريخ 10 من الشهر الحالي بإستراليا، يعني المنتخب الإسترالي رح يلعب بين جمهوره وبأرضه، وطبعاً ما بيخاف على فريقنا، يعني كلهم رجال وكلهم متحمسين وكلهم عارفين إنه كلياتنا عم نستناهم بفارغ الصبر حتى يفرحونا لأول مرة ونتأهل فيها مباريات كأس العالم. خلونا كلياتنا ندعي بقلب واحد بنية صافية إنه منتخبنا يربح ويتأهل لتصفيات كأس العالم. خلونا ننسى شوي السياسة، خلونا ننسى مؤيد ومعارض، خلونا نفكر بس انه هذا منتخبنا السوري لكلياتنا مولى فئة محددة. ولهون حلقتنا خلصت، ان شاء الله رب تكون عجبتكم، ان شاء الله المقطع الجاي اللي راح احكي فيه عن المنتخب راح يكون عن فوز منتخبنا على المنتخب الاسترالي وتأهلنا لكأس العالم. قولوا يا رب. سلام. اذا عجبكم الفيديو حط لايك.